بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زوت أب موشلي تنتح عاش قيرم ألا عبادة إلا سلاسة وقت صبي زي سيقد سلاسة لك أدرواك إيمة زلستة حلال زلفاجسة حلال بذل ليتسا اللفرت بلاي حياة سوليزة الخانة غير زخشي وكيسي تفراغت غيرون أمر زو يكمل لي يسامتي لخشا غيروي أمر زو يبيتني بذلت با... يبيتني خانوي يبي حرو مسكينته كوت إن زما بيني بأشلح بايا خالق ولم يأته يبي زوم زخشي وكيسي تفراغت ما تنتح عاش ما الدنيت لي يتراوس على خان أخوي أحشيم ترف يدي جازل شيء إلا خالق تائنا كتب له بلاي ومن كانت الآخرة آخرة لي تنتحي أي سال أخوي عبادة زوقت زو بي الله فرت بح عبادة بح ذكر بح أور نت بح أور بح جمع الله خالق أمر زو إسامتي لحلوي أمر زو تبيعش لحلوي باونتو وخوي قلبي زوبي يسامتي لحلوي قلبي زوبا يا شحل دنيي تخوي على خش اقرومي اوف ندل زيت ديج لحتوي الدنيا تتراوزات كذا ينت بايت انت احلاج أوركت أوركت تسيل زال حديث انت حيا سين باح مسا اما ما جيبتو منتاوا حوجي بميغل يعين بحياه سنا وسلبه عليت نجر. زايو رسول كلام انت رسول عليه الصلاة والسلام خالق زي خالق زي ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى زايو كنت خالق سبحانه وتعالى ينبي بوصف عاشيو رسول سنانو حلم وش حلبنا زي مروا بمليت حلبنا حتفانزي ومنسح حلبنا يسع أنت حياة سنة بركة خنازل مسنا بركه دنيا زنا بركه اخره زنا بركه زحد نيو بركه زارت بركه افيس سنه لبركه دين زنا لبركه يسان تقلنا نزل الدنيا متله حياه سنه وعشنا جر دنيا بيم بركه نجانينا اخره بيم لما نوقبتني وبايت تا ولذلك احبتي في الله الخير كله في طاعه الله من اراد ان يجمع الله له امره فليقبل على الله ومن اراد ان يجعل غناه بين عينيه فليقبل على طاعه الله احبتي في الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه يامرنا ان يكون همنا الاخره ما معنى ان يكون همنا الاخره اي همنا طاعه الله فاذا كانت همنا طاعه الله جمع الله لنا أمرنا وجعل غنانا بين عينينا عينين عينينا أعيننا وجاءتنا الدنيا وهي راغمة فلذلك فعلينا أن نأخذ بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم تأته من الدنيا إلا ما قدر له مهما تعب مهما ركض وراء الدنيا زخشه كيسي دنيا حرزه يتراوز على خانقرم يما تراوت بس حزوبه أحترفشيم يدي جميل المتراوز بهم يد تاينا زي كتب بايو ما ايمدو يساوي يا دخو كل الدنيا يخوي خانا غير امر كله بقول وخالك الترغيب بالعمل الصالح عند فساد الزمان يكسوم رسول عليه الصلاة والسلام كتب يتشو نحل فساد دلحي يبس حبازة زمان بي أور دلاغة مبزح بي كتب يتي شنح الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي أمية الشعباني قال سألت عبا ثعلبة الخشني قال قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر وانتهوا عن المنكر حتى إذا رايت شعا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر صبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله صحابي ابي اميه يزال ابا ثعلبه يتحب يحل عليكم انفسكم نفس خوبيمت نفسخوا خوبيمت نفس

أبا ثعلب يلاله، أبي أمي نيم دالو أصحل اللبي ترى أخوا آن أصحل خبير يقزل واتحي برخو رسول واتحي برخو النار حي آياتو نفس خابي ما الزيقبل يلزل آياتو رسول واتحي برخو النار صلاة سلامة ينبر بيوا يسع باي نوي أور بإمرو أريب يختارو إذا رأيت شحا مطاعا أسحل دينة مسامت بخلي مبزح زوزرخي خسا أور بإمرو زرخ خسا أور بإمرو أريب يا كتم كل زوم يمثل زال ملاتة وزرخسا زرخوسا بوخلي زبزا حسا دنيتو مبيسا زبزحسا كل زوم رايي زوبي ملاتة و زرخسا زرخوسا يو نفسي خاو نفسي خا بانيوي نفسي خا عيروح يبي أروح كما لا يدازل كت مخللة ذكبة البايوي ووحي دقا ودع عنك العوام أترك الناس فإن نصح اللب إحراب صبري يخش بازل الأيام دجلة حلوي صبري يخش بازل الأيام يا زمان بيوي فساد بس حبازال زمان بيوي الله امري مكانا يانسي بازال زمان بيوي دل حبا بس زمان بيوي ادي زو زمان يدي جال ووي زمان صبري تخش حلوي صبري ذا شا ابوي دين زو بزك زايا الله فرت بحمسا طاع زاشا الله مرا يا زمان بيوي مثال زو تاوي إجي زو بيجي حوزي لحدا كوتين تاوي يكو زمان بي اللاو زفراج الله عبادة بي زيك زايا چوي عجر زيو أخاخات خمسين أحز زيو أخاخات لي خمسين قنالوي درجة زو خمسين درجة ينبرا يحلوي ينبر أخاخات بي زخانة زيات بي زخانة من تاوي أحز زيو يفساد زي بزحي الله فرس سال الله عبادة وزكآنات أوردى اور بس خزالا شوي اخزال خزمان خمسين خو الزكزال دل گزال دلا گا يخل يا حلوي يا فساد زي وزمان بي عباده زي بي الله وفرت بي الله امري مكانا زي بي عجل زي خمسين خاخاش كزال زخانه بي خمسين درجه حليوي مثال زي يخوي قيحو ايجي يزي لحدو كتنتاوي اي في عندما يكثر الفساد وتكثر الاعجاب كل ذي راي برايه فعند ذلك هذه الزمن التي نحن نعيش فيها في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساد والفتن اذا الانسان يخاف ربه ويطيعه ويتعبد لربه بما شرع به ويصبر على المعصيه ويترك الناس ويدع الناس اي ويترك الناس على ما هم عليه يقبل بنفسه في طاعه ربه وبالعمل الصالح مثاله مثل, مثل الذي القى الذي قبض الجمر في يده وللعامل في هذا الزمن مثل اجر خمسين رجلا يعملون بمثل عمله فنسال الله ان يوفقنا وان يكفينا شر الفتن قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم يا يا رسول الله صلى الله وسلم عليه أت بزخان خمسين أبو إن خمسين سواج مو أزيات بزخانة خاخات بزخانة بايو خاخات بخمسين سو تونيام دلاغي دل أجري أحد زيولين بريحل بايو وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده في الهجر في الحرج كهجره كحجرة الي اي عباده في انتشار المعاصي وكثره الفتن مثاله كانما هجر الى الرسول وسكن بجواره مع العمل الصالح وكانه الذي يتعبد لربه ويتقيه ويعمل بالشريعه عند انتشار الفساد والمعاصي كانما هجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسكن بقربه وعمل بشريعة بشريعة الإسلام صحابي معقل بن يسار يزال لدى الزين رسول بايوي عليه الصلاة والسلام دلحي بزح بازال زمان بيوي فتنة زبزح بيو بيوي عبادة يا سالوي العبادة زوبي طاعة زوبة. الله امر زوب كتاب بزليتا رسول سنزي زيو زكاننا دل حزب زحب بس وزمان بي الزوي مثال زوي رسول دي عليه الصلاة والسلام هجرة زوتا كوتين تاوي رسول دي زدي جما محي زي زي قبا دي شريعة بي زي كوت يتحسب لحلبي زقشي تايبين حلقر دل حي بس حي زمان بي اختلاف فتنه بسحب حي بازال زمان بي شريعه بي اللي يدا زال بي اللي فرت بي اور نتبه اور دلاغ بي الرات مك يرح بي رحبة مك يرح بي اينو مك يرح بي اللي وفرت يا دل حي زبز حبي وزمان بي وي اللي وطاع زاشوي عمري امر نوي رسول دي هجرة ذات كوت رسول دا جمع عليه الصلاة والسلام محيز بي سكنة محيز محيزي بي زنبرة اللا الله يخشي لنا الترغيب في المدا في المداومة على العمل وإن قل رسول عليه الصلاة والسلام يرغبنا أن نداوم على العمل وإن قل لا يكون نبدا العمل خلال اسبوع ونترك بدل ما نبدا العمل وهو كثير نبدا بالقليل ونداوم عليها اردي لاقى كل سنه بي أنستي انستيقيرم فلوس سخانه نتو فلوس سخانه فلوس مخنزو يمدا نزال باب درسين تبعتين ان عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه ويجلس الناس يثوبون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيصلون بصحة حتى اذا جاء الليل قاموا فصلوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك الحصير حتى كثروا أن عائشة عائشة ورزا شو حديث بي حديث بيه بايو اللدى الزين بربيوة رسول ناروي عليه الصلاة والسلام رسول ناريوي من ناريو سيل يو ما أرتلت أبيع شو ما ناروي أورتي صلاة نارو سدوبولي أبي يا شو مخلص أبزا أنت يسألن أرت سنة سكت بوزال أنت سك فما ما أنت صدي جاكر من نت فما يسا صحابة يدي جما يسألن داعي بيسامو تم يتجب أرت لرسول حفظا يسا عليه الصلاة والسلام حفلوا ما مس الزيب أحمد سيسك دونارو يكتب أسوك البزحليتا يسا حد يا مات فهؤلاء الصحابة كانوا يجلسون على حصير الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحجزه بالليل لكي يصلي عليه وكان يبسطه بالنهار هذا الحصير فيجلس عليه فجعل الناس يجلسون إلى النبي مع بهذا الحصير وعندما يكون الليل يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فبداوا يصلون بصلاته حتى كثروا فاقبل عليهم فقال ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل فعندما راهم يكثرون بصلاه الليل فقال لهم ايها الناس أيها الناس خذوا من الأعمال أي اجتهدوا بالأعمال التي تقدروا تداومون عليه فإن الله لا ينقطع عطاؤه ولا ينقطع فضله ولا تنتهي رحم رحماته لمن أطاعه فإن أجره ثوابه جزيل وخيره كثير فأنتم حتى حتى لا تملوا لا تضعفوا خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله يحب العمل الذي ما دام عليه ان قل يا صحابتي تزو بَيْ مبزح زي قالوا سا رسول بحمس اورت صلاه مسجدني احد يا ماي سلاسي سا بحر لي قرقبا يما اسواچو ذات فرقو دي ما لا تحسبوا حسبو تدل تفركو زاخد دلاغو الله سبحانه وتعالى ستازو بجيح انت ستازو يتبر لو انت فضل زوغ زي انت اتزو خالق لذت نداء اجل زو يا بس حما استلحل استحل يلي بايتي زدع فكت بيتي تديع فما بسر ودمز انت خوا برتل تخوى

عز به ايما ديو ما الله سبحانه وتعالى من يدال كل سا كل سا ناشا زانا دلاغا انت احد عباده ونقلي ما محدقهم الله يدامين احد عباده ما بجيح بجيحنا شما نقلحنا ميجل بجيح ناشي منيجل يبعر يبع حل ما أنتوا دلعة بت الحل يساخ نفرك عزانا بي الله لي نفرك عزانا دلعة بي الله وعبادة ناشي أخيو أخي يو بيت زيو حدا جو عبادة زيو منتا يو بيت نبيم عبادة ومحدا جو منتا الزيو السرا حد ركع نار عرو منه نبي أحد ركع وشيشتي جزوم يسجدبو شيش جزء زخانة بي حرت جزء زخانة بي سك دونارو الزكتو تفركو مي خو بايت زيونتا أحد ركع بي جزء كرخو غير أحد ركعة نص جزء كل سنة خو بسرعة حد سك دزا خانة غير ساعات تسك دزا خانة أحد جزء كنت ماشلي أتيا خنو، تيجلو ما تحق دوزا خن كل ساتي فرق وزاخ أوجب تاشو عبادة يقلن عبادة ملبي محدق ما يك نحدق زوكا يقلو ما محدق ورامو من تبايوا بايت بديح بع السماء يي من منتا رسول زي عليه الصلاة والسلام يين عبادة بيزان بي زالو زخانسا أحد ركع كؤجوز كأجوز يكرزالو خانجير. كرسي زيومو حنقور زلتفا تفا ميتك زيومو كوران فراش زل تتمزا تتيم زات برز خان وحد يا ما نبي حالك ماميين لوخ ذا نبي مين نبي عباده بي نارو يا ساخ سمنسا زن تفرق وتوشو نحدا قامنتا الزيوزوكو آشوا الجبه تبا خلو الجبن الجبه نينا غيروخ تبا نليو غير نفركو مينا حجوز مقرا حد ليلي بحجوز كرن نقر مينتا نوس جرن نقر بايتي ما تنجح موشا ما أورتي صلاة تتفالة سما فلوس سخانة ما عوزهم فلوس مكان بقيش يا ما تشك أنا زالينتا إن صلاة الف... إن صلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك زايك خالق ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة هو صلاة الليل صلاة الليل تنور صاحب وجهها في الدنيا وفي الآخرة يقف فيها العبد مقام المحمود صلاة الليل فلوس سخانة صلاة انت قيشا اوزو فلوس مكان بيك ان نازل انت خالك كلام زون يا يساخ كم امتني جزان حلنا كم امتني زان حلنا كم امتري أوت بي حلنا يلي يغفر اقنال يا يسالات ليه أجبي ميشا زنا مبورد ما قال وكيل بي أورتي كله نصف أورتي ومنيت عملتا وأجبي منيت تبايتي ما قام زنام راح ياشيما أورتي قلتي ما بين زخانسا أفيد قام بح حفني لما تستي ألا لعبادة موشا الزور تفز بك أرامنتا كأبري نور زخانانتا أو زوليم الدنيا البيم في سولي نور أنت قلبي نور زخان وانتا كسو <applause> عندما كان في ليلة من الليالي في يوم عائشة أحبتي في الله جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل في لحاف عائشة رسول الله عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما دخل في لحاف في لحاف لكي ينام قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أتأذني لي أن أتعبد لربي في هذه الليلة فعلينا فعلينا أن نحاسب نفسنا أحبتي في الله فماذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي لسه ما كملت العشرين فقالت يا رسول الله حبك حبي وهواك هواي امضي لما تريده فقام فبهذه الشورى وبهذه المحبه وبهذا الطيب اي محبه الرسول لانه استشار زوجته مهما صار نبيا وهذه بنت الصديق رضي الله عنها الذكيه العاقله الحكيمه الرشيدة قالت هذه الكلمات حبك حبي وهواك هواي امضي لما تريده فعلينا أن نتفكر أحبتي في الله يسعى حوج رسول عليه الصلاة والسلام تائنا آيات قرآن آخر سورة آل عمران تفسير ديجو عائشة ترزي النار أعيش بيتي يزو يامات ولي كوية مزل ملعي يونتا 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 ولي ويجي يونتا يونتا زحتين تاني يامات بيحوجي رسول قارزي ودي جالو محضر لي أنسو ألستو يبوعالو ينيو لي عيسى ختب بيتي زيوزام وكتبي فريق حفيلو مرسول عليه الصلاة والسلام أعيشي إذن تاشليني شحوجي اللي إلي عبادة موشخش هو وارتي مكان اللي انتقين إذني تاشلينيناش يلو ما رسولو زي مسلو عليه الصلاة والسلام دادو زي مسلا حرقيو زي مسلا روحو علم السماء روح على بايتي روحو داد لي بايتي حكين حليوة حخ قحيخ بايتي زيوبي يسعخ آكل زخانو عائشة لدى زين بربيوة الله حكيم ذا شيء عائشة يسع بايو مو كتبة ألا يوم من حرر يوم لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تليت نوزا خو أنا مخشاتك تودو خو أنا مودك ليت تخشوا زخو أوشو بايو ما إذن حيرك سببه يوزي مسألة آيات خالق أرد ليو ليت موضوع زي عائشة وسجود زي بكزال وكذا سلاسي يوزا ورد وسايي آيات ورد بلال ديجو بكيس يوزا رؤيوسا من ليخ تبكا خزايوسا من ليخ أنا أن أن بك حوج أورتي وتحية وتحية آيات ورد من ورد ورد بيمان حل يلو ما يي نبي رسول عليه الصلاة والسلام بلال لي يمدالو ولذلك احبتي في الله فعلينا ان نفيق ان نفيق من وها من وهاد من وهاد السيئات من وهاد الغفله فعلينا ان نفيق من هذه الغفله فقام الرسول عليه الصلاه والسلام فصلى ركعتين وفي ذلك الليله نزلت هذه الايه وبين هذا جاء بلال فيقول يا رسول الله لماذا تتعب كل هذا التعب وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولماذا تبكي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال ولم لا ابكي يا بلال وقد نزل علي هذه الليله ايه ان في خلق السماوات والارض ولذلك وفي روايه ان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنه وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ومهما عملنا عملنا لن يدخل لن يدخلنا الجنه الا مع العمل رحمه الله بعد رحمه الله عملنا عملنا مهما جاهدنا وأكثرنا عمل الخير ما تساوي نعمة التي أنعم الله علينا إذا نظرنا نعمة البصر والسمع نعمة العافية وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها أي الله يحب الأعمال التي نداوم فيها وإن قل يلي بايو رسول عليه الصلاة والسلام تفرقو زاخو كأسي بي. اللي يدا دلاغا بي كتبالو ما يدلاغا يد كل سا زو... تاشو زاخو دلاغا يخني فضل زوا رحمة سكفون يقول رخو زال دلاغا كل سام احرحرة لبو زكبلو ما الله يودا زال دي لاغاو بِي فركو زا خبي مو شالي بايو يا احد خوم بي خو جنتي سبقو ميل بايو يسبقو من سبب لِي؟ ديلا زنا خالق سبحانه وتعالى نعمة ساشا بينا نعمة رحمة ميزان خانقر عشني وقر كوت إن زناو بحمس مسا ميزان عشني وقر كوت إن ذات نعمته زي ملا إنت دلاقى زنا ياليتي ديلاقا بحمسة رحمة سو بين تجنتي اسف الله سبحانه وتعالى يدى ذال دلاغا أخباي ورسول عليه الصلاة والسلام الله دب إذ تودد دلاغا كل ساعة ناشا زان دلاغا أنا سقر زوبايو كل ساعة ناشا زان دلاغا بنت خالق يدى ذال أحد ماشي حساتي ليلي صلاة قدور ناشي من سقدانا كوتاين ساتي وعيسا خلاص حرباينا مين تدلق يدلق حل بني آدم يحق دحل يينا ولا يدامى نفرك زان تفرك وزاخبة الله عبادة وش تفرك وزاخبة الله كفون يقول رخز على دلاجة بزكبلو بايوما يينا رسول حدفان ستونا بايتينتا ما الله هو يوافقنا لسمنا بنتنا فزان خالق وشنا الله هو بركة زالب علم يشلنا خزام نسال الله ان يوفقنا ونسال الله ان ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ينفعنا به اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين فالان احبتي في الله نصلي على النبي وندعو الله قبل ما ينتهي وقت درسنا نجعل مجلسنا تفوح بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أحلاج ذكرى وقت الزناو رسول بالصلاة وسلامة نقب ما دوال زناو ما درس زناو بينك كانانا الزبحر لي سؤال زالا سؤال تحبري لي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه ترتعنا بها في حظيره القدس يا من انزل على عبده روح القدس اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تهدينا بها الى الصراط المستقيم يا ذا الملك المستديم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تهب لنا بها من مواهب السعداء وتعصمنا بها من موارد الاشقياء يا من طهر قلوب احبابه الاتقياء اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تهدينا بها الى الصراط المستقيم يا ذا الملك ال... يا ذا الملك المستديم، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تمدنا بها ببدده المحمدي. وتنجينا بها من الكرب العظيم وتغيثنا بالنصر والتاييد يا من اغاث انبياه ومن امن به بالنصر والتاييد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تخلقنا بها باخلاقه المحمديه يا ذا المعروف والابديه اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها في جميع الأقطار، بتيديد شريعته الأحمدية يا ذا الفضل والعطية، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تسلكنا بها على منهجه القويم يا ذا المن الجسيم والاحسان القديم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تداوينا بها من سقم الذنوب يا نعم المولى ونعم الطبيب اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تقيلنا بها من جميع العثرات يا راحم العبرات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تجعل لنا بها معراج التقرب لنعرج به الى اعلى المقامات يا رافع الدرجات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة توقفنا بها ببابك الذي من قصده ببابك الذي من قصده ما خاب يا من إذا دعي أجاب. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنقلنا بها من ذل المعصيه الى عز الطاعات يا من هو المستحق للطاعات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تجعل لنا بها لسانا في جزئياتنا وكلياتنا كي نذكرك به ذكرا كثيرا ونسبحك به بكره واصيلا يا من اوجب علينا ذكره وتسبيحه بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تجزيه به عنا بما هو اهله يا من يعامل كل احد بما هو اهله آه اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تجعلنا بها على الصراط من اهل النور يا ولي المؤمنين ومخرجهم من الظلمات الى النور اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنعمنا بها بالنظر إلى وجهك الكريم مع جملة الأحباب يوم الثواب والمزيد يا من قال وقوله الحق لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة ترينا وجهه في الفردوس الأعلى سبحان من هو العلي الأعلى اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاه تقر بها عيني برؤيه جاهه عندك باشاره قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع يا من جعل محمدا اقرب الوسائل اليه وافضل مشفع آه اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تشفعه فينا بها عندك بجاهه العظيم يا رب العرش العظيم الل آه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه تجعلنا بها ممن الزمتهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها يا مالك الدنيا والاخره واهلها اللهم يا الله اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا ممن فاز بشفاعته واعتمر بشريعته واهتدى بسنته واقتدى بصحابته اللهم اوردنا حوضه اللهم ارنا وجهه اللهم لا تحرمنا شفاعته اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمه والرضوان في دار السلام برحمتك يا ارحم الراحمين احبتي في الله بعدما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه وسكن فيها جاءت بنات جاريات جويريات واقفة عند باب النبي عليه الصلاة والسلام فبدأت تنشد وتمح وتمدح فعندما سمعهن خرج من البيت وقال: اللهم اشهد أني أحبهم فها نحن نرجو إن شاء الله أن نكون من أحباب الله بهذه الصلوات على النبي أحلاج رسول عليه الصلاة والسلام مكة بي و وطوما مدينة ذي مدينة بي دي سبت سابع وحشاش ذي رسول قام بري رسول مفالس بؤ رسول فارس زالو قد عليه الصلاة والسلام قام بري بي وطوما قام بري كدبك سلام بايوما يسا عليو خالقو أنا خاخو رجع يوحتاجو يك حتاجو ودا يحخ بايو ما يين أبي دزيو إمدو بايتين تا مفلسيو بي رسولو مفلس نبي صلاة وسلامة مقبل زينبي إن شاء الله تعالى الزياج لزال يسام النعتي مستنا كتخالك ونطق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بحق الصلاه على النبي فرج هم المهمومين اللهم في هذا اليوم في هذه الساعه فرج عن جميع من اوصانا بالدعاء فك اسرهم انصرهم ايدهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا والى كل خير سبيلا اللهم كن لهم مؤيدا وناصرا وكن بهم رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا فارحمنا بقدرتك علينا اللهم ارحمهم بقدرتك عليهم اللهم عجل لهم فأجل لهم الفرج اللهم عجل لهم الفرج في هذه الساعة في هذه اللحظات يا رب العالمين اللهم يا الله لا براءة لنا من ذنب فنعتذر ولا قوة لنا فننتصر ولكنا مذنبين مستغفرين اللهم يا الله الهنا من اولى بالزلل والتقصير فيا رب يا الله ارحم تقصيرنا وارحم حالنا اللهم اجعلنا وجميع من اوصانا بالدعاء من احسن عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفى لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك جد لنا بجودك وعطف علينا بمجدك واجعل لساننا بذكرك لهاجا وقلبنا وقلبنا بحبك متيما من علينا بحسن اجابتك عقل ما عقل عثراتنا اغفر لنا زلاتنا فانك أمرت عبادك بدعائهم وضمنت لهم الاجابه فإليك يا ربي نصبنا وجهنا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب لنا دعائنا يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم اللهم يا الله اللهم أنت الرجاء إذا انقطع الرجاء اللهم يا الله أنت الرجاء لمن انقطع إليه الرجاء، وأنت المستعان على من عظم عليه البلاء، وأنت الملجأ من تراكم فيه 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 البلاء، اللهم يا الله عدل لها الفرج، عدل لها الفرج، اللهم انصرها، اللهم انصره. اللهم يا الله عجل لهم الفرج يا ارحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا اغفر ذنوبنا طهر قلوبنا متعنا بقربك نعمنا بحبك واجعلنا في سترك مقيمين اللهم يا الله الى من نقصد وانت المقصود وإلى من نتوجه وأنت الحي الموجود من الذي من الذي يجبر كسر من أوصانا بالدعاء اللهم اجبر كسرها فرج همها انصرها أخرجها من هذا الضيق اللهم اجعل لها فرجا ومخرجا اللهم يا الله كلها وليا وناصرا كلها مؤيدا وحافظا يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله الهنا وخالقنا، الهنا يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر اللهم يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. ان تجعل لهم من امرهم فرجا ومخرجا اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطود الذي لا يجازى انعامه واحسانه نسالك بك نسالك بك ولا نسالك باحد غيرك ان تجعل لجميع من اوصانا بالدعاء في هذا اليوم فرجا ومخرجا نسالك باسمائك الحسنى كلها وباعظم اسمائك اليك واشرفها عندك منزله واجزلها عندك ثوابا واسرعها منك اجابه باسمك المخزون المكنون الجليل الاجل الكبير الاكبر العظيم الاعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك وتستجيب له دعاءه نسالك اللهم بلا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ونسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظمى والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا الله يا الله يا رب استجب لنا دعاءنا يا رب استجب دعواتنا يا رب استجب دعواتنا يا من له العزه والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما اعظم شانك وارفع مكانك انت ربنا يا متقدسا في جبروته اليك نرغب واياك نرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل نسالك باسمك العظيم التام الكبير أن تجعل لهم فرجا ومخرجا، وألا تسلط عليهم ولا علينا جبارا عنيدا، ولا شيطانا مريدا، ولا إنسانا حسودا، ولا ضعيفا من خلقك، ولا شديدا ولا برا، ولا فاجرا، ولا عبيدا ولا ولا عبيدا ولا عنيدا، اللهم عجل الفرج عجل الفرج عجل الفرج يا ارحم الراحمين لجميع من امن على دعائنا ولجميع من حضر مجلسنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج عن المسلمين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم واشف جميع من اوصونا بالدعاء اللهم اشف زينب احمد شفاء لا يغادر سقما ولا الما اللهم اشفها شفاء عاجلا البسها لباس الصحه والعافيه اللهم البسها لباس الصحه والعافيه اللهم عجل لها الفرج والعافيه ولجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين